السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة جرام دي زاد. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. دونك كما كنتو تشوفوا انا راني بلان طرافو لهنايا، طرافو زعما طرافو حاجة كبيرة. راني نخطط لشهر جوان ان شاء الله، وتفكرت اون بلان تخطيط باللي قلتوا لي في الانستغرام باللي ديرينا كيفاش كي تخطي لشهر جوان، تخطيطك لشهر جوان. دونك قلت نشارك معاكم واش راني نخطط. مي قبل ما نبدا حبيت نقول لكم بعض الملاحظات على التخطيط. احنا درنا خدمنا هذا البلانر كيف خدمنا في جانفي، يعني لا تشفاو عليه ولا هكا كتبناه، حطينا البلانر تاع العام كامل، حطينا الاهداف، حطينا واش نحبوا نتعلموا، هذه الكلمات، هذه تاع يوتيوب باش نراقب تطور القناة. هنايا واش حبيت، مشتريات الكبار كامل تاع العام، ومن بعد بدينا في جونفي وبدينا اكسيتيرا. هذه هي، هذا هو التخطيط تاعي. مي دوكا يعني مع الوقت كل ما يجوز عليا شهر كل ما نتعلم نخطط اكثر واكثر. علاه؟ لانه انا اول مره كي بديت البلانر تاعي نوريه لكم، دوك نجبدوه لكم بطريقه. في 2018 كي كنت متحمسه بزاف ونحوس على البلانرز وكيفاش مخدومين اكسيتيرا، درت بلانر كيما موفا نشوف في اليوتيوب ولا. المهم عمرتو وطرطقتو كيما نقول لكم كاع واش ندير في النهار، اضافه الى الاعمال اللي نحب نتعلمها ولا نحب نثقف فيها ولا نديرها ولا اكسيتيرا. من بعد شوفوا واش لقيت روحي برنامج مطرطق كي نشوف فيه عينيا عوارو ونعيه دوريجين نعيه. شوف هنا باغ اكزومبل لا بوتي واش ندير في السمانه، يعني ماسك تاع الزبده، ترطيب تاع الخيار اكسيتيرا، لي لونغوش، المواضيع اللي نتعلمهم في هذه السمانه، الميناج تاع الدار تاع هاد السمانه، سبور تاع هاد السمانه. ومن بعد درت هاد لا روتين تاع الليل اللي هي باغ اكزومبل ترطيب البشره والشفاه، القردون، حموال ديكم، غسل الاسنان مرتين نكتبو. المهم كنت نعمر وخلاص الخيار، حتى اني كنت نعاند دوك لي بلانرز ونكتب 8 كيسان في النهار ونلون شحال شربت باش باش نراقب شحال نشرب في الماء، بلوس ندير لهنايا تاع النهار كامل كيما ثم تاع القران، سبور نكتبو، قراءه كتاب وقران، تسبيح، استغفار، صلاه، نكتب كلش بلوس الحاجات اللي حبيت نديرهم اضافه، يعني كيما غسل الثلاجه ولا هنا نخدم كادغ، هنا فرونسي، هنا نحضر فيديوهات، نصور، تقشير، نرازي اكسيتيرا، يعني هنا كامل الخدمات تاع السمانه واش يجوز فيها. من بعد نهار اللي خدمت هذا البلانر هذايا تاع 2018، حتقولي لي علاش عندك، باسكو راه فيه من اللور حاجات ماشي تاع حاجات نسحقهم، سي بوغ سا راني مكاردياتو. هنا لقيت روحي بزاف 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 مستريسيا، كي نشدو تجيني الدوخه وما نحبوش، خلاص ما نحبوش، بطلت البلانر 2019، ما درتش بلانر تلمو هلكني، يعني فيه بزاف حاجات وفيه حاجات يعيو هكا باسكو مطرطق معمر. وكنت كل مره هكا كل ما نتحمس كل ما نتحفز اكسيتيرا نشوف الفيديوهات تاع البلانرز تاع تخطيط الاهداف، تاع كيفاش ننجحوا في اهدافنا، كيفاش نخططوا لهم، كيفاش كيفاش كيفاش. 2018 شفتهم، 2019 شفتهم، 2020 شفتهم ودرت لكم عليهم. يعني ما نكذبش عليكم، حتى في 2019 كي بديت نحضر للفيديوهاتي انا ونعاود نتفكر ونقرا اكسيتيرا، لقيت كلمه صغيره قالها واحد اليوتيوبر مصري تاع، قال كلمه كنت نجوز عليها كل عام بصح ما نعطيهاش اهميه، تلمو اهميتي غير الحاجات الاخرين اللي يقولوهم كيفاش ننظموا الاهداف ونحققوهم. لكن هو قال كلمه كي نقولكم بعد المرة الثالثة، يعني العالم الثالث وانا نشوف في هذاك الفيديو باش شغل تكاكيت ليها، باش سمعتها، باش فهمتها. واش قال؟ قال عندكم اهداف، ياك عندك اهداف ديرون لاني تاعك حابة ديريهم، ما عندك حتى هدف، حابة تعلمي حاجة، حابة تعلمي انجلي، فرونسي، تشيرك، المون، حابة تحفظي قرآن، حابة تتعلمي خياطة، حابة تعلمي رسم، حابة تعلمي تصميم، طبخ، اي حاجه هكا تاع الدار تاع كل يوم، يعني بلا ما نحكوا على الاهداف الكبار والمشاريع والتجاره اكسيتيرا.
سو كاين اللي يفهموا الاهداف منحصرين غير في هادو، نو الاهداف هي الحاجات اللي نحب نديرهم في حياتي. قال باللي عندك زعما 10 اهداف، ابدا بثلاثه لي بلوز امبورطون اللي يفيدوك في حياتك. اوكي هذه كنت فاهمها، كنت فهمتها من قبل، يعني الاولويه تاع الاهداف. ومن بعد واش قال؟ قال عندك 12 شهر، شد جونفي فيفري باغ اكزومبل، تقدر تعزل معاهم مارس، سا ديبون توما الاهداف اللي حبيتوهم شحال كبار شحال صغار، ودير فيهم هدف واحد برك واحد. من بعد كي يجوز عليك جونفي فيفري مارس تكون كملتهم، دوز الهدف الثاني. الا كانوا هذاك جونفي فيفري مارس مستمرين، باغ اكزومبل يوتيوب مستمر معايا، خلاص هذاك راه يكون دخل في لا روتين. جوز الهدف الثاني شهر شهرين، جوز الهدف الثالث، جوز الهدف الرابع، مي تجي خلاص لك العام تكون حققت 5 اهداف ولا 6، سا ديبون تقدر تحقق هدف واحد، سا ديبون شحال كبير. يعني فهمتوني واش حب، واش حب هو يقول؟ حب يقول ابداو بهدف واحد ماكسيموم زوج الا كانوا ساهلين، يعني باغ اكزومبل سبور مع حفظ قران باغ اكزومبل. هنا تقدري تحققيهم، لانك بشويه هكا كل يوم شويه كيما كتبنا في هذه الصفحه، الصفحه اللي نفتخر فيها اني كتبتها، لا يهم ان كانت خطواتك بطيئه، المهم الا تتوقف. شوفي افونسي دقا دقا، خطوه بخطوه، بشي طوح كي خلاص عليك العام ان شاء الله 365 يوم تكون يوه افونسيتي شحال، صح ولا لا؟ هنا دوكا جازوا علينا 5 شهور، واش درنا فيهم؟ نقدروا نكونوا ما نديروا فيهم والو، نقدروا نكونوا درنا فيهم شويه، نقدروا نكونوا درنا فيهم بزاف. مي قعدونا 7 شهور البنات، 7 شهور الله يبارك باش تخلص 2020 كنا حيين ان شاء الله. اسكو راح نخلوها تجوز كيما جاست 2019؟ اسكو راح نخلوها تجوز كيما جاز جانفي فيفري مارس افريل ماي؟ وزيد وزيد الفرصه اللي رانا فيها، رانا كاع قاعدين في الدار في ظل هذا الظروف. دونك هذوك الكلمات اللي كنا نقولوهم، ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت، ما كاش منهم دوكا، عندنا كامل الوقت. اللي كان خدام اللي كان يقرا، عندنا كامل الوقت، انو قاعدين رانا قاعدين رانا نخدموا رانا نحققوا في الحاجات اللي ما كناش نحلموا ان نحققوهم، ولا ما كانش عندنا كاع 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 الوقت. دونك كيما قلت لكم لاستوس اللي تخليكم تحققوا اهدافكم البنات، حبيتوا ولا كرهتوا، انكم تبداو بحاجه صغيره، حاجه صغيره. حبيت نتعلم انجلي وحبيت نتعلم فرنسي، ما نتعلمهمش كيف كيف، مستحيل تعلم حاجه واحده، يا انجلي يا فرنسي. والحاجه اللي تخليك تميزي بيناتهم هي الحاجه اللي تفيدك اكثر. باغ اكزومبل راكي تقراي، راكي اون بلان كوميرس، راكي في الانترنت الدوري، هنا تستخدمي لونجلي، باسكو كي تبعثوا لك ايميل يبعثوا لك بلونجلي، كي ترجعي ايميل ترجعيه اون انجلي. دونك انت هنا باغ اكزومبل تحبي لونجلي، الا كنتي هنا تقراي ولا تخدمي هنا يعني في لي بيورو اكسيتيرا، هنا تحقي فرونسي باغ اكزومبل، ياك؟ دونك ابداي بالفرونسي، ما تبداش فيهم في زوج، مستحيل، راح تستغرقي وقت كبير وراح ممكن تبطلي كامل باسكو تجيك واعره. دونك بداي بحاجه واحده، تقدري تزيدي مع ديك الحاجه حاجه واحده اخرى ماشي كيما هي، يعني ماشي في نفس الوقت، باغ اكزومبل تاع الصباح ديال العشيه، ولا يعني سهله باغ اكزومبل حفظ القران. دونك انا حبيت نجي نحفظ القران، القران الله يبارك 60 حزب، انا ما حش نحفظ حزب في 15 يوم. واش ندير؟ افضل طريقه انك تحفظي نص صفحه كل يوم. راح تضحكوا عليا تقولوا لي بو نص صفحه نقدر نحفظ صفحه كل يوم، كي والو وي تقدري تحفظي صفحه كل يوم، اكيد تقدري تحفظي صفحه كل يوم، تقدري تحفظي حزب في النهار كاع الا حبيتي، مي اسكو تقدري تداومي عليه؟ هاي لاستوس تاع تطبيق الاهداف. انا اللي نقول لكم تجربتي البنات بعد العام الثالث من البلانرز، باش فهمت هذه الحاجه لا بلوز امبورطون في الاهداف كامل، اللي بلا بيها مستحيل هذا تحققي منه حاجه، مستحيل، اللي هي بشويه. انا حبيت نحفظ قران، نحفظ نص صفحه غدوه، نص صفحه غير غدوه، ما نروحش نص صفحه الاخرى، نعاود نلصق، ممكن تم يوم الرابع نعاود نراجع، ومن بعد نروح لهادي ونروح لهادي. وشوفي انتيا في نهايه الشهر ونهايه الشهرين نهايه 6 شهور شحال تكوني افونسيتي في حفظ القران باغ اكزومبل. هذا حفظ القران تقدري تحطيه مع اونجلي، اونجلي كي تسمعيها طول النهار ولا تقراي ولا اكسيتيرا، مع سا ديبون انتي طريقتك في الدراسه، بلوس القران هذا اللي تحفظيه صباح ربي ما ياثرش عليك. دونك هنا هدفين او ميم طون تجيك سهله، مي باش تروحي تقراي اونجلي تروحي تقراي فرونسي او ميم طون لا لا، ولا تروحي تقراي حاجات واحد اخرين، ولا اكيد تخدمي يعني، المهم فهمتوا واش حبيت نقول لكم، روحوا دقه دقه. هذه هي لاستوس تاع تحقيق الاهداف.
دونك انا هنا كيما كتشوفوا بديت نخدم ديجا هنا راح ندير الشهر تاع جوان ديجا اليوم انا لو دو راني شويه روطار باسكو ما كنتش في الدار هنا حطيت كامل مواضيع تاع اليوتيوب وتاع الانستغرام راح نولي ندير لكم فيديوهات في الانستغرام اي جي تي في هذا نولي ندير لكم مواضيع باسكو كاين مواضيع تطلبوهم لي ماشي تاع يوتيوب دونك نديرهم في الانستغرام الوغ بديت هنايا ومن بعد تيك رحت شفت في البلانر تاعي انا كل يوم نشوف في الديبي واش عندي كيما كيما هنايا القناه تاعي دائما في بدا في نهايه الشهر راح نكتب شحال عدد لي زابوني و لو نومبر تاع لي فيو كيما هنا راني كتبته ندير كابتور ديكران كي يخلص الشهر فوالا 117000 مرحبا بكم كامل وشكرا على هذه الثقه الكبيره في القناه وان شاء الله نكبروا كامل كيف كيف يا درا شحال نكونوا كي نلحقوا لديسمبر الا كنا حيين ان شاء الله فوالا هكذا نكتبت هنايا ومن بعد تيك نروح نشوف واش حبيت نتعلم من بعد نروح نشوف الاهداف اللي حاطه نقص منهم هنا نروح نشوف في هذا دونك جوا ما عندي حتى حاجه صفراوي تشمينز ما عندي حتى ما عندي حتى يوم مهم ما عنديش كاش حاجه فوالا هكذا دونك هادو هما الحاجات جينيرالمون اللي نبدا بهم الشهر تاعي بلس الحاجات اللي نحب نتعلمهم ولا نزيدهم يعني كخدمه دونك هنا كمثال فقط نتوما حبيتوا تعرفوا واش راني راح نخطط دونك راح نشارك معكم بكل موضوعيه واش راح نخطط في شهر جوان عندي حبيت نبدا نقرا كتاب قرات الكتب لازم نحكي عليها باسكو توجور 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 نلقى دي كومونتير يقولوا لي اعطينا الكتابات لكي تقراي منهم اعطينا الكتابات لكي تثقفي منهم باش راكي تعطينا هذا الكونتوني يا بنات انا ماشي من قراء الكتب بكل صراحه مانيش من محبي المطالعه بزاف انا الكتابات اللي قريتهم سي بيان تاع شويه برك تاع ابراهيم الفقي وكلك كتابات هكا تاع تاريخ اكسيتيرا مي كنت صح لي نقرا كتاب كنت صح لي نصيب كتاب قدامي نقراه ماشي مشكل المشكل اني ما نحطش دراهم على الكتابات ها هو المشكل المصيبه كيفاه مي دوكا في هاد لا بيريود جاني حماس القراءة قلت لا لازم نقرا اني حابه نقرا اني حابه نطالع اني حابه نزيد الثقافه تاعي في شحال من مجال زدت لقيت روحي ماشي ما كاش دراهم ولا ماشي حابه نصرف دراهم مع الوضع اللي رانا فيه كلش مغلوق دونك ما تصبيش لا مكتبه لا معرض لا حتى حاجه باش تشري منها كتابات وتاني باش نقرا كتابات من الانترنت تجيني واعره باسكو ما عنديش تابلت عندي يا اورديناتور يا بي سي يا تليفون وهذا الشيء في زوج ما يساعدونيش الاخر كبير يعيي والاخر صغير يعور العينين دونك ما نقراش من الانترنت ومن بعد واش تفكرت فكرت باللي في دارنا كاين بيبيوتيك قد الدنيا هما صح بزاف كتابات تاع الدين تاع بابا مي فيهم كتب التاريخ واللي انا نموت على كتب التاريخ على التاريخ يعني التاريخ نحب نطالع حاجات تاع التاريخ لاني شفيت كي كنا نقراو في الصيام قالت لنا الشيخه من مقومات الشخصيه اربعه التاريخ اللغه الدين والرقعة الجغرافية هاد الربعة هادو من مقومات الشخصية لوغ انا مش عارفة لا حبي لقوة الشخصية من ذاك الوقت كان اكزيستي ولا لا مش عارفة كيفاش فيت عليهم مي انا نحب التاريخ الحمد لله الوغ لقيت بابا عنده شوية كتابات جدد شراهم ماشي تاع بكري تاع الدولة العثمانية بروح كيفاش تاسست السلاجقه اكسترا قلت له سلف لي نكتب نقرا واحد مر واحد وقلت له لا ما عندكش تاع الدوله العباسيه الدوله الامويه قال لي عندي من قبل الا جبت واحد منهم مع انه كتاب يعي باسكو شفتو الكتابه تاع بكري من الكتيبه وصفحات عيانين يعيو مي قلت لازم ندير كوراج ان شاء الله باش نقرا نزيد نثقف ان شاء الله وممكن نفيدكم باش نقرا في انستغرام ولا في ستوري كل يوم كل ما نتعلم حاجه جديده ولا حاجه انتريسونت بزاف نقولها لكم ان شاء الله باش هكا نتوما ثاني تستفادوا معايا دونك تبعوني في الانستغرام ما تنساوش الوغ كان هو اون سيري تاع 9 كتابات ولا ما نعرفش شحال والكتاب فيه واحد 500 صفحه قلت نقرا 10 صفحات يوميا 10 صفحات سيريان باش نكمل لا سيري سيريان جيتو تستقام لي عام ولا ما نعرفش شحال
مي هذا واش كنت نقول لكم يا بنات، انا نعيش على حسب الظروف اللي عندي. هذاك الوقت اللي نجي نرقد فيه، الناس اللي عندها ساعه بالك وهي تكونيكتي، انا ديك الساعه كنا نرقد فيها بنتي، دونك ما عنديش وقت، ودو طافي دونك ما عنديش وقت باش نقرا. مي نقدر نقرا 10 صفحات اونتخ لا سياست كي يكون رقد فيها، واونتخ الليل كي يكون رقد فيها، يعني بعد ما نرقدها بالتليفون ولا شوف كيفاش ندير. المهم اني نقرا. دونك هذا الكتاب جبته البارح، سي بور سا نقول لكم ما بيش كيفاش ندير. قريت غير في لا سياست مقبل، دوكا الليل مازال ما لحقش. من لازم ان شاء الله باذن الله نحافظ على 10 صفحات يوميا. هذا بالنسبه للقراءه. شتو 10 صفحات سيريان جدو تمتم تكمليهم، مي معليش دوكا 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 نلقى روحي كملت الكتاب ان شاء الله، ونفرح بروحي ونفيدكم معايا. هنا عندي كتابة مقالات والتقدم في المدونة اكسترا. اللي تابعوني في الانستغرام على بالهم باللي عندي هدف جديد اللي شدني شوية على اليوتيوب، واللي هو حابة نفتح مدونة تاعي. دونك ما نعرف والو، كعبعو ما نعرف والو، دونك راني من الصفر نتعلم كيفاش نكتب. حلم حياتي، حلم حياتي ملي كنت صغيرة اني نخرج كتاب. ما نعرف اذا هذا الحلم نحق له ولا لا، مانيش دايرته في الحساب دوكا، مي على الاقل نتعلم نكتب مقالات. كيفاش نكتب مقالات؟ نتعلم. دونك هادوما راهم هدفين مترابطين، يعني يمشوا مع بعضهم. عندي اونغلي لازم نطور روحي فيها، لازم نسمع بزاف. عندي حابه نتعلم التجاره الالكترونيه، اللي الناس كاع راهي تدخل في دراهم من الدار، ولا راني قاعده نخدم في الشغل. نو no. لازم نثقف روحي في التجاره الالكترونيه، حتى بالك نشوف كاش ثغره هكايا تساعدني وتخدمني انايا بالمواهب اللي عندي، ولا باي حاجه نقدر نتعلمها باش نجيب بها دراهم. يلا نتعلموا، رانا قاعدين فارغين شغل، نتعلموا واي نوت. عندي اليوتيوب تحضير تصوير مونتاج. تحضير تصوير مونتاج. عندي انستغرام صور، وعندي انستغرام اي جي تي في يعني فيديوهات. هنايا نسيت الفاكسان تاع بنتي تاع عام ونص، على جال الوضع اللي رانا فيه مازال ما درتولهاش، دونك لازم نكتبوا باش نتفكروا. حابه نحفظ حزب ان شاء الله لو وفقني ربي هذا الشهر، كما قلت لكم بالنص صفحه نافونسي بالنص صفحه، وين لحقت المهم اني نحفظ. صيام شوال مازال ما بديتوش، دونك نحطو في البروغرام. وعندي واحد لي بابي لازم نخرجهم كي نروح للدار ان شاء الله، دونك لازم نكتبها قدامي باش نتفكر. فوالا هذا واش راح ندير في شهر جوان. هنا نقول لكم ملاحظه واحده اخرى نسيت باش نقولها لكم على البلانر. كيما شفتوا الا كنتوا تتابعوني في الانستغرام في الديبي تاع جونفي فيفري اكسيتيرا، كنت نكتب واش عندي اشغال تاع الدار، الشغل تاع كل يوم. يعني باغ اكزومبل نشوفوا هنا هادو هما الاخرين، استنى دوك نوريلكم واش نشها. اوكي هنا باغ اكزومبل الثلاجه، ندوش الدانا، بيتزا، السلق، نشم خلوبيا اكسيتيرا، نغسل الفرنو، نكناس، نسيق اكسيتيرا. هاد الحاجات تاع الدار، تاع شغل الدار. واش زدت تعلمت من خلال الممارسة في البلانر؟ اني جامي نزيد ندخل شغل الدار في البلانر. علاه؟ باغ اكزومبل نجي لهنايا ما درتش حاجة، ما شمختش اللوبيا باغ اكزومبل، لا ما شمختش اللوبيا، بون عندي حاجة سهلة، مي باغ اكزومبل ما غسلتش الفريجيدار، ومن بعد نسيب هنايا الفورنو، ومن بعد تسمى عندي غدوة اذا ما غسلتهاش، تسمى غدوة داك عندي فورنو وثلاجة بزاف، ما عنديش الوقت نغسل الفورنو والثلاجة او ميم طون، بلوس طياب بلوس مسيح بلوس معن بلوس يوتيوب بلوس هادي بلوس ما نحب ندير كل يوم حاجه صغيره. دونك يعني اكزامبل برك هدايا، ولا يدير لي لا بريسيون، شغل نحس روحي ما عنديش الوقت نطيق برك نشوف فيلم نفيلمي. ايوا راني نفيلمي خاصه يطيب كارت بلان. دونك نسب روحي ما حققتهمش، ومن بعد نولي نقول في راسي هكا نقول بلي اوف ما هاد السمانه ما حققت والو، ما طبقت والو، دونك خلي ما كله خلي السمانه الجايه نعاود. نو 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 نو، هذا كاع نجي نشغل الدار، مو الباقي نحبهم يعني يوتيوب انستغرام ايتترا، نحبهم حاجات نحبهم نوبليجي روحي نديرهم. مي كي نصيب داخل بزاف هكا حاجات بزاف، ما وليتش نديرهم، ما وليتش نحب نحطهم. كيما هنايا
اصلا بعد جوج فكره واحده اخرى. دونك دوكا كي حنخطط الجوا ان شاء الله ما نديرش الشغل تاع الدار. الشغل تاع الدار على بالي كيفاش راح يصير باسكو لي موال فاتو، على بالي اليوم واش عندي غدوه واش عندي غير غدوه واش عندي. اذا حبيت نكتب بروغرام نكتبه في ورقه ونعلقه في الفريجيدار. والسلام عليكم. هذا البلانر راح نخليه فقط للانتاجيه، للانتاج والانتاجيه، سمعتوا بها؟ هذا واش راح نخلي البلانر تاعي. يعني حاجات موتيفونت، حاجات يزيدوا يثروا مني انا كانسان، يعني سواء ثقافه ولا عمل ولا دراهم ولا اي حاجه. دونك هذا هو البلانر اللي راح نديرو. اخر حاجه نقولها لكم من التخطيط واللي تفيدكم بزاف، خططوا على حساب غوستوكم يا البنات، ما تخططوش على حساب البلانر كيفاش يمشي يا هاك يا هاك يا، خططوا على حسب غوستوكم كيما نفحت لكم. يلا ما تتقيدوش بانواع البلانرز اللي كاينين في بنترست ولا في اليوتيوب، ولا ديروا البلانر اللي حبيتوه. باغ اكزومبل اذا كان عندكم، الا كان عندكم حاجه هكايا اليوم راكي خططتي هكا لهاد السمانه، غدوه سمانه فيها نص زعما حبيتي تخططي هكا ما نفحت لكش ما كاينش غوستو، خططي هكا. يعني ما تخليش البلانر تاعك يكون ان روتين قاتله. عندك 365 يوم، دونك عندنا دوكا مازالنا 7 شهور، ما تخليهش يكون روتين قاتل. باغ اكزومبل شوفوا هنايا، ها هنايا كان قعد لي 1 2 3 4 5 5 ايام من الشهر يخلص، هنا نشافيه قبل رمضان. دونك خططتو هكا، ها هكذايا ما كتبت لا وقت الصباح لا في المساء لا والو، كتبتهم هكا كيما جات كلات هكا، نكتب واش عندي خدمه وخلاص. دوكا في جوان انا حابه نبدا نوع جديد من التخطيط، بالك يساعدني بالك ما يساعدنيش، عبالي بلي اكزيستي راني هاربه. المهم هنا كي دوكا نخطط الاسبوع تاعي انا جينيرالمون نحبو عمودي هكذا يساعدني. راح نقسمو للاوقات، راح نقسمو صباح وراح نقسم في الظهر وراح نقسم في المساء باش ما يكونش اكتظاظ. علاه؟ انا هذه طريقه ليا، تقدر تساعدكم تقدر ما تساعدكم. شوفوا لهنايا باغ اكزومبل، هنايا بوغ مو انا اكتظاظ، هذا ما بيش كنتش ندير هذه كنتش ندير هذه كنتش ندير هذه. دونك الا قسمتهم ثلاثه راح يبان لي شويه، راح يبان لي ايه وقت الصباح كومبلي عندي هكا عندي هكا، وقت لاسيست كومبلي عندي هذه وهذه وهذه، عندي وقت العشيه كامل حتى الليل عندي غير هذه وهذه وهذه. تسمى تجيني شغل فيه راحه فيه تنفس، مي هكا كومبلي انا بوغ مو سي ترو، ما يساعدنيش بزاف بزاف، فيه بزاف الحاجات. حاجة واحدة أخرى نقولها لكم نسيتها، شوفوا باغ إكزومبل فور إكزومبل هنا، علاش كي تديري الأهداف بشوية ومن بعد تقدري تجوزي الهدف الثاني والثالث والرابع. باغ إكزومبل هنا جونفي إذا شفيتو كنت بديت الريجيم، الريجيم تاع الكيتو، دونك حطيتو كهدف لي زابدو، ومن بعد تيك فيديو كل يوم، كان هذا تحدي كنت ندير فيديو كل يوم، ومن بعد بديت نقرا بقره يوميا. بون خلينا، ومن بعد كي جازو ليامات كي جازو الشهور خلاص هذا نقولو هذايا الريجيم كملناه، كملناه في شهر سي بون، الشهر الجاي ما حطيتوش. مي باغ اكزومبل فيديو كل يوم وبدايه البقره يوميا باغ اكزومبل، هادو كي ولفت وسبور وسبور تاني، هادو كي ولفتهم ودخلوا في لا روتين ولا وليت ما نخطط لهمش، وليت ما نحطهمش في في التخطيط اليومي، ما نحطهمش. على بالي بلي كي نوض ندير سبور، على بالي بلي كي نوض عندي فيديو عندي مونتاج، على بالي بلي كي نوض لازم نقرا صوت البقره. دونك هادو ولاو شغل شغل كي اللي كي تخدمي كي تغسلي في الماعن ولا شغل حاجه بديهيه بزاف. دونك ولات ماشي هدف، ولات حاجه روتينيه، ومن بعد جوز الهدف الثاني والثالث وهكذا حتى يولي كلش روتين مع نهايه العام باذن الله. كيف ولا هادو اهم الحاجات. وي عمري مياو اه. دونك هادو اهم الحاجات اللي نقول اللي استخلصتهم من 5 اشهر صارمه مع البلانر، نقولوا 4 اشهر يعني ولا 3 اشهر نحو شهر فيفري اللي مات فيه شيخي ما خططتش الله يرحمه، وشهر رمضان ما خططتش فيه. دونك هنا نكتب هادوما نحطو هنا، نكتب اهداف العام، نكتب جمله تحفيزيه ونكتب الشهر ونولي ليكم. فوالا هنا راني كتبت كيما شفتوا. بون دقيقه صرت بنتي قاعده لهنا وتخرب لي وتخربش لي. المهم كتبت لهنايا باش نخطط في الاسبوع نلقى لي دات.
كتبت جوان، هنا نكتب كلمة محفزة، ولا هنا نخير الأهداف تاع الشهر تاعي تاع جوان. دونك الهدف اللي على بالي بلي ما نقدرش نقدر اني نغفل عليه وما نكونش ستريكت فيه، يعني في التطبيق تاعه، هما اللي نحطهم لهنا باش نتشجع باش نديرهم، يعني باش نحققهم. اللي من بينهم القراءه في الليل، انا ماشي متعوده عليها، متعوده نكونيكتي، دونك نسي نقلب هذه العاده ان شاء الله في الروتين المسائي. دونك ندخل القراءه. دونك كما راكم تشوفوا خيرت 3، باك ما نزيدش فوق 3. هذا يختلف على هذا وهذا يختلف على هذا، دونك ما حيكونوا في اوقات مختلفه. كما هذا يا راح يكون صباح بكري وهذا راح يكون في الليل كامل، هذا في وسط النهار نشوف له وقت، which means هذو ان شاء الله نقدر نطبقهم. الصفحه المواليه دائما نحط مواضيع الفيديوهات اللي حطيت هنا، مازال ما كملتهمش. من بعد دوكا نجوزو لتخطيط الاسبوع الاول ان شاء الله. دائما انا نخطط اسبوع فقط، ما نخطط شهر كامل باش يجيني ساهل، وثاني باش نتعود على التخطيط دائما، باسكو التخطيط يحفز يعطيك انرجي. الوغ وين راك يا ستيلو الخضر؟ هاوليك، ايوا هكذا سيدتي سادتي. نخططو لثلاثه ايام، دائما نخطط 3 ايام، الجمعه نخليها فيد ما نديرش فيها والو، ولو اني دوكا نحطها باسكو جو كوا كو فيها تنزيل فيديو. هنا ما وريت لكمش بلي انا كي نخطط ندير في ورقه هكايا، جينيرالمون هكا كيفاش نخدمو باش ما نخربش في البلانر، باش يقعد نظيف ويقعد يحمسني كي نتلاقى به، ماشي هكا نخربش، باش نعرف اكزاكت كيفاش نخدم. فوالا راني كملت دوكا، راني كتبت، لقيت روحي راني قريب نلحق نص ساعه، دونك كتبت وحدي باش نوري لكم بالخف. كما كنتو تشوفوا لهنايا الاسبوع يبدا، راني نخطط دوك، راني لو 2 جوان بديت بالثلاثه، الوغ كملت هكايا. كفاوني اليومات باش نلحق الجمعه، سينون جينيرالمون ما فنحط تصبت حتى 2 3 4 5، جمعه تقعد لي بخ ما ندير فيها والو، ولا ندير فيها حاجات اضافيه مهمه ما نكتبهمش، ولا نقدر نكتب لهنايا حاجات اللي راحوا الجمعه كما تنزيل فيديو، ولا عندي لهنايا درت تنزيل فيديو بالجمعه. فوالا هذه هي. سينون هنا كتبت كما كنت تشوفوا التاريخ واليوم، هنا كتبت ملاحظات ان شاء الله يكونوا يبانوا لكم، ملاحظات اللي ما يدخلوش في الجمعه. كما هنايا عندي التلقيح تاع دانا لازم نحوصل على رونديفو، عندي استخراج الاوراق تروح معايا حتى نخرجهم، دونك نقعد نكتب فيهم باش نتفكرهم، عندي صيام شوال ما نديروش لهنايا، ممكن نبدا الاسبوع القادم ان شاء الله. دونك فوالا هذه هنا ملاحظات الحاجات اللي ما درتهمش لهنايا، نكتبهم لهنايا باش نحطهم في الاسبوع القادم. بيان سور كل ما ديروا حاجه كوشيو بال في الليل. دائما عندي قراءه كتاب باش ندخلها في لاغوتين تاع الليل. الصباح بكري كاين عندي نصف صفحه، ماشي نصف، من هنا غلط، نصف صفحه نسي نحفظها ان شاء الله. هنا كما كنتو تشوفوا دائما في هذا المدة تاع الوقت هادية عندي نسمع انجلي ونثقف شوية في التجارة الالكترونية، واللي هو هذا وقت الشغل تاع الدار، يعني كامل الصبحية هذيك تاع وقت الشغل نحط فيها حاجة نسمع وراني نخدم في الشغل تاع الدار، هكا نكون ربحت وقت بزاف. يعني بالاحمر هما تنزيل الفيديوهات وكيفاش لازم نحطهم، واللي هو يوم الاثنين، هنا اثنين بونجاز البارح، 2 لـ4 والجمعة إن شاء الله. نورمالمون نحطو ما بين 5 ولا 6 تاع العشية، ممكن 7، جو سي با، قولوا لي نتوما في التعليقات واش من ساعة تساعدكم. جينيرالمون هذه هي، فوالا هذا هو تخطيط الأهداف، هذا هو شهر جوان تاعي. السمانة الأولى، السمانة الثانية، الثالثة والرابعة، نشوفو ثاني واش كاين فيهم. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وألهمكم ويعني حفزكم شوية باش تبداو نتوما ثاني تخططوا لهذا الشهر، ما تخلوش الشهر يضيع، ديجا جازو يومين باطل، يعني ما درنا فيهم والو، تقدروا تكونوا درتوا فيهم، انا ما درت فيهم والو. ولو كان ما نضتش اليوم نحضر، مستحيل غدا ان شاء الله نوض نحفظ، ممكن صباح قران ولا نصور فيديو، ولا يعني نكون عندي لا بريسيون كي نشوف هذه لازم نخططها، كي ما تكونش نقول غدوه 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 وهي رايحه. فوالا الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم، ديروا لايك الى عجبتكم وبارطاجيوه مع احبابكم. انا نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام.